يحصل في غزة، ما يحصل في فلسطين، فرج الله عن أهلها وحفظهم ونصرهم. هذا الذي يصيبهم صحيح يبكي القلب قبل العين، صحيح حرقة، حرقة في قلوب المؤمنين، حرقة في قلوب المسلمين، لأن المسلم يحب إخوانه أينما كانوا ويخاف عليهم ويغار عليهم. المسلم يحزن إذا دخل في رجل مسلم آخر شوكة، مش صاروخ، شوكة في أي بقعة من الأرض. فكيف بما يحصل الآن؟ الحجارة والحديد تسحق وتمحق بلحوم هؤلاء الناس والعياذ بالله، بلحم ولحوم النساء والأطفال.